نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. أنا الآن في عملية المونتاج التوضيب الأخيرة لفيلم الوثائقي حالمون مخرجون بدون هوية، بعد هذا العمل الثالث بعد العملين القصيرين عودة الملك لير والبهلوان كلون. نتمنى إن شاء الله أنه يكون واجد في الأيام القليلة القادمة، ونتمنى أن إن شاء الله كيف ما الناس والأصدقاء الفنانين تقبلوا العمل الأول والثاني ديالي بواحد صدر رحب وتبنوني بواحد طريقة أخوية. نتمنى أن العمل ديالي القسوم، لأنه كنت سامبلومون واحد العمل اللي خدمته من قلبي ولمدة شهور وأنا كنشتغل عليه، والآن راه واجد، ما خص غير الناس يشوفوه ويعطوني لي غوماك ديالهم، وإن شاء الله أكيد 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 أنني غناخذ بها على اساس انني غنتحسن الى الاحسن ان شاء الله في الاعمال. كان عندي شويه المشاكل في عمليه المونتاج لا داعي لذكرها، اللي خدت مني الوقت الكثير. ثاني واحد الحاجه انني مشيت للعمل الوثائقي اللي هو مدرسه قائمه بحد ذاتها، اللي خدت مني واحد الوقت كبير وكثير للبحث، وكتعرف صعيب باش تلقى مدرسه اللي تانسبيرا منها وتاخذ منها، لذلك حاولت نخلق نفسي واحد المدرسه خاصه من كتابة السيناريو إلى الإخراج إلى المونتاج، وإن شاء الله إن شاء الله كنتمنى أن العمل يلقى هذا الإقبال اللي كنت كنتصور وكنحلم به هذه مدة. نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم.